حضراتكم فقرتنا الاسبوعيه كل يوم اربع، تامر وحواء، والفقره اللي بتجيب وجع دماغ ومشاكل وبتاع. بس انا طول عمري بحب وجع الدماغ والمشاكل، فبالتالي مكمل فيها لحد ما يتخلصوا عليا يخلص على الفقره، حاجه من الاثنين يعني. النهارده حواء هي اميره، واميره وهي اميره، هي اميره لانها بجد طيبه وقلبها ابيض زي البلوزه الشيك اللي هي لابساها دلوقتي وهتشوفوها، والجوب الحلوه المنقطه نقط بيضه كمان، وهي اميره على كرسي الاعلام وفي تقديم البرامج، وهي اميره عندنا كلنا لانها اميره عبد العظيم. بجد لا لا، طب اعمل ايه يعني؟ انا بثبتك اهو عشان ما يبقاش ليكي نفس تتخانقي معايا في الفقره. طب اعمل ايه دلوقتي يعني؟ هتعرفي تتخانقي بذمتك. لا ثبتني خلاص. ازيك يا اميره ووحشاني. ميرسي ميرسي، بشكرك جدا، بشكرك جدا جدا بجد. وطبعا بقول مساء الخير لكل مشاهدين قناه النهار، وحابه بس في البدايه اقول لك مبروك، واقول لكل ستاف قناه النهار الف مبروك. الله يبارك فيك. الجوائز اللي اخذوها مهرجان قنوات فضائيه، طبعا فريق العمل كله اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا، وطبعا ده وشك الحلو استاذ علاء الكحكي ودكتور عمرو الليسي وحضرتك طبعا كل الساده المشاهدين. ان شاء الله يا رب من نجاح الى نجاح. وشك الحلو هي في كده بيقول لك الخير على قدوم الوردين. حبيبي ربنا يخليك، منوره ان شاء الله. ميرسي، خدتي هواك بكده وخدتي حقك. خلاص خلاص خلاص، تمام الدنيا تمام. 100 100. نخش بقى في الجد. النهارده في رايي دي مشكله عويصة ما بين الرجل والست على مدار التاريخ، وما اعتقدش ان هيبقى ليها حل. يعني هنفضل طول الوقت الرجل والست بيتخانقوا على فكرة الفلوس، ومش عارف ايه المشكلة. يعني احنا عندنا حاجات كتير قوي نتخانق عليها، حتى مش عارفين نتفق على فكرة الفلوس، والفلوس دي المفروض يعني ده ورق ملوش قيمة، مش كده؟ ايوه. امال ايه مالكوا يعني عينيكوا عليها علامة الدولار؟ مالكوا؟ مالكوا؟ مالكوا دي احنا انت يعني. انت كمان هتجرؤي تتهمينا احنا كرجالة؟ الله، ان احنا ماديين؟ لا انا هقول لك حاجه، اصل ده موضوع صعب جدا. اتفضلي. وصعب ان احنا نقول في المطلق الرجاله ماديين اكتر من الستات، وصعب برضو نقول في المطلق ماشي. الستات ماديات اكتر. عجبتني اللعبه الحلوه بحبها بجد. اللعبه الحلوه بحبها ماشي. ده دي مساله نسبيه يعني. صح. مش كل الرجال كده ولا كل الستات كده. بس في معظم الرجاله كده وفي معظم الستات كده، تمشي. شوف هقول لك حاجه، يمكن مقبوله شويه من الست، معلش هقول لك حاجه بالراحة. انا لسه على فكره، انا بس مصدوم، انا لسه ما عملتش حاجه، بس الصدمه بس. لا هقول لك ليه. اتفضلي. موضوع الماديه من الست يعني ممكن نعديه ومقبول شويه، لكن من الراجل لا، مش حلوه من الراجل انه يبقى مادي. يا سلام. والله. لكن من الست حلوه تمشي. مش بقول لك نعديها يعني. ايوه نعديها بقمره ايه، كسر يعني عيننا مثلا. لا لا، يعني لما نقول مثلا الست بتحب الفلوس، بتحب المظاهر، عايزه تشتري هدوم، عايزه تجيب حاجات في بيتها، عايزه تصرف على الولاد، مش يعني بتحب. لكن طب هو الراجل ده مش كائن له نفس الحاجات الحلوه دي؟ ليه عايز يشتري وعايز ينبسط وعايز يدلع نفسه يعني، نفس البني ادم. بس مش زي الستات. معروف عن الستات ان هم بيحبوا الصرف دايما. الست بتحب تصرف. لا لا لا، ثانيه واحده بقى، ستوب بقى، احنا مش نطلع فاصل، ده احنا نطلع فواصل. انتوا شفتوا كلمه الصرف طلعت ازاي؟ دي طالعه من القلب والنخاع. والله بتحسن الحاله النفسيه. الست بتحب الصرف، عملت كده صرف. لما الحاله النفسيه بتتحسن لما الواحد يخرج يشتري اي حاجه للبيت للولاد. ايوه يا سيدتي، كده فيها متعه. ما هو المتعه اللي انا عايز امتعك بيها دي وتفضلي طول الوقت فرحانه، ما بتعمليش في حسابك بس ان متعتك بتيجي على حسابي؟ يعني انت تصرفي انا يتخرب بيتي، انت انبسط انا ازعل. لا مش انت لا. افرح انا الطم، يعني هي معادله ملهاش تالت. انت لا. افرح انا كده على طول. لا ما هو انا مش بتكلم على الست المبذره، انا ما بقولش يعني المبذره تصرف اللي هي بتصرف بدون وعي. لا طبعا اللي بتصرف بدون وعي دي انا مش معاها. لكن لما تكون مثلا طمعانة ان جوزها يجيب لها هدية، طمعانة ان جوزها يصرف عليها، طمعانة ان جوزها يقول لها خدي دول هاتي حاجات في البيت، خدي دول انزلي دلعي نفسك. دلعي نفسك، ايه المشكلة؟ هو انت بتتكلمي على نوع من الكائنات مش موجود، اللي هو الست اللي مش مبذرة. انت هنا بقى حوى، انت مش اميرة. انت يا حوى لما بتنزلي المول بيتلبسك شيطان التسوق، بيقوم راكب كده وفارد اجنحته هنا على كتافك كده وبيلغي، ده بيلغيه بجد، تحس ان هو حط ايده كده على المخ مش على عيني، على المخ، وفتح عينيكي على الاخر على الفاترينات والحاجات وانسي. لا ما هو اصل هو بذمتك مش ده بيحصل؟
بيحصل، بس هو ممكن يبقى الراجل برضو عامل كنترول، يعني مش سايب لها كده الدنيا يعني. لا، الحاجة الوحيدة ان انا امشي وراها مخبر، خدي المبلغ ده وتصرفي بيه، خدي المبلغ ده اصرفيه، خدي المبلغ ده اتفسحي بيه، لكن كده لا. ما موضوع، طب قولك طب ايه هو بقى؟ انا ثانية واحدة، هو انا السؤال لازم ابقى قامت عليكي عشان تعقلي في الصرف؟ لا قامت، ده انا ما احبكش خالص. لا، ما انا متاكد. لا خالص، ست ما تحبش، ما تحبش راجل قامت ابدا. ما انا متاكد. وخدوا بالكم، اي ست شايفه اي راجل مش فاتحها على البحر قامت. ايه تاني؟ اي ست من كنا شايفين اي راجل مننا مش فاتحها على البحر، يعني مش مديك اللي انت عاوزاه، وكل ما تطلبي تاخدي، وكل ما تبقى عايزه تشتري تشتري، لو قلت على 9 حاجات وحاجة واحدة قلت عليها لا، بعتبر قامت في وجهة نظري. قامت ايه؟ مش قامت ايدي، يعني قافل ايدي، يعني بخيل، لا يعني مش عايزة ادلعك. لا لا لا، بص، في فرق كبير جدا بين الراجل البخيل والراجل يعني نقول الحريص، والراجل اللي بيحب يدلع مراته ويدلع بيته. عندكم حد حريص؟ اي حد من الرجالة يقول لا كتير؟ لا، في راجل بص، على فكرة انا مش ضد الراجل الحريص. هقول لك حاجة ليه، لان في النهايه الراجل هو المسؤول عن البيت وعن العيله دي. صح. اي موقف اتعرضنا ليه محتاج فلوس، الراجل المسؤول يجهزه. تمام. فانا مش مع، يعني انا مع ان الراجل يبقى عامل حساب لبكره. حلو. وايده مش فرت قوي. حلو. يعني بيصرف، بس مش قامت زي ما بتقول. لا، قامت دي، ما هي المشكله ان انا من وجهه نظري مش قامت، بس حضرتك شايفاني قامت، لان انا مش ملبي لك كل اللي انت عاوزاه. ما هو انت قلت نقطة في منتهى الحكمة، يا رب تكون انت شخصية مقتنعة بيها في بيتك، ويا رب تكون كل حواء مقتنعة بيها في البيت، وهي فكرة انه الراجل هو اللي مسؤول عن ماليات البيت. طبعا. سواء الست بتشتغل ما بتشتغلش، دي قصة تانية. طبعا. الراجل هو المسؤول عن الأمان المادي للبيت. مظبوط. صح؟ مظبوط. يعني لو في مصاريف عيال لازم انا ابقى، حتى لو الست بتشارك. برافو عليك. لكن في الآخر مسؤولية الراجل. مليون في المية، واحنا ما بنتنصلش من مسؤولياتنا. فحتى لو انت بتشتغلي وبتحط في الفلوس قد كده وبتحط اكتر من، بس في النهايه مين المسؤول عن سداد الالتزامات؟ هذا الرجل. هذا الرجل. مظبوط. انا بقى ببقى مسؤول عن هذه الالتزامات، وبشركك معايا فيها، مش ماديا، بشركك معايا فكريا. يعني اقول لك خدي بالك يا اميره، بكره يا حبيبتي البنت سوسن عايزين مصاريفها مش عارف 5000 جنيه، وصاحب الشقه عايز يوم الاربع 6000 جنيه الايجار بتاع الشقه، وبتاع الكهرباء هيجي ياخد ال 2000 جنيه مش عارف، احنا محتاجين 15000 جنيه خلال الاسبوع اللي جاي. اوكي. تمام يا مرموره؟ تمام. لا ده انت غير تمام. قولي لي يا خبر ابيض، معقوله يا حبيبي؟ عاد مطلوب منك توفر 15000 جنيه، ربنا معاك. طب اعمل ايه؟ طب وتحسسيني بالكمانجه ان انا هعيط من تضامنك معايا. احط دماغي على المخده واصحى. ايه بقى؟ الاقي برواز ولوحه في الاوضه، اصحى قدام كده ولسه ما دخلتش الحمام، الاقي لوحه اترشقت قدامي كده في الاوضه، بقول بسم الله ما شاء الله، انا لسه عينيا مش ظابطه. ايه ده يا اميره؟ ايه ده يا بابا؟ اصل انا وانا في السوبر ماركت بشتري الجبن كانوا عاملين اوفر على البرواز ده الستة ب 14000 جنيه، فقلت اجيبهم يمكن يغلوا بعد كده، وطيرت ال 14000 جنيه مصاريف العيال والكهرباء. لا 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 لا، النموذج ده انا ضد. لا انا مش مع النموذج ده من الستات. بذمتك؟ لا ما بتحب. وحيات كل نقطه يعني في الجيب عندك؟ لا والله، وحيات النقط دي كلها، يعني انا معقوله ابقى عارفه ان هو مزنوق؟ طب انا اقول لك حاجه، هو ممكن اللي انا قلته ده بيحصل ولا ما بيحصلش بذمتك؟ بيحصل، بس ده بقول لك بتسمعيني كلام قبليها بليله هدمع من كتر التعاطف اللي انت بتعاطف. اصحى الاقي بقول لك البرواز وب 16000 جنيه بس كان عليه اوفر. لا 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 لا، كان بروموشن. عايز اقول لك حاجه. طيب احنا ليه ما بندورش على الاسباب اللي بتخلي الست ماديه جدا كده؟ اصل النموذج اللي بتقوله ده دي واحده عندها نهم للصرف. لا هو مش عندها نهم، هو خدي بالك بجد يعني انا حاولت اوصف لك التوصيف اللي شويه دقيق. انتوا في البيت عقل الدنيا. الباب يتفتح عليك وتنزلوا الشارع تشوفي محل تشوفي مول، والله العظيم عقلك ده بتديله اجازه. طيب انت بتبقي عارفه ان انت بترتكبي جريمه. ايوه. في حق بيتك، ومع ذلك ما بتقدريش. شيطان الصرف بيروح ويخليك وتستلفي وتعملي جمعيه عشان تشتري اللي انت عايزاه. لا بس برضو لا، مش كل الستات والله يا تام، مش كلهم. لا طبعا، يعني ابقى كداب لو قلت كلهم. في كده انا معاك، في كده كتير. لا في كده كتير. طيب. بس برضو في المقابل الست لما بتلاقي جوزها مزنوق او وراه التزامات كتير الشهر ده. معلش حبيبتي، انت انا الشهر ده عندي التزامات ايجار، وعندي مش عارفه قسط ايه، وعندي ايه وعندي ايه، ممكن ناجل السفر شويه؟
طبعا نأجل السفر حاجة؟ شوي. طب اقول لك حاجه وهي افشاء اسرار بيوت بقى، بس مش مهم، وان شاء الله ما روحت النهارده في البيت. ايه؟ انا اول الشهر ده كان عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. ما فيش حاجه عيد ميلادي يعني. والناس طبعا كلها عندها عيد ميلادات يعني، ما فيش حاجه صح؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليك وكل الناس بخير يا رب. قبليها باسبوع كده كان عندي التزام مالي. أوكي. عندي التزام مالي كبير، كان عايز ادفع فلوس في حاجه. والله العظيم الحكايه اللي انا حكيتها لك دي بالحرف كده، جبت المدام قلت لها بصي احنا عندنا الاسبوع الجاي ده كذا كذا كذا، وسمعتها الرقم قالت لي يا نهار ابيض ربنا معاك حقيقي، ويعني بقول لك لو كان عايزه هتبيع ذهبها عشان تساعدني، عارفه التضامن. أيوة أيوة أيوة. بقول لك طب عايز حاجه افتح لك ما شاء الله بتاع الخلخال، خد الذهب بتاعي خد الذهب بتاعي نروح لكوهين نرهنه. أيوة اي حاجه. أيوة. فما صدقتش من التعاطف وبتاع، بس نمت في حاجه لا عايز. هي مشكله بقى ان انت تنامي عن مراتك. انت كلام الليل لازم تفضلي صاحيه خلاص. والله العظيم صحيت غلطتي ان انا صحيت متاخر شويه تاني يوم، صحيت على 12 واحده كده ما صحيتش بدري. انت اول ما بتصحي بتعملي ايه؟ بتبصي على الموبايل تشوفي مين كلمك، مين بعت لك رساله، في مصيبه، في مش عارف ايه. ايوه والله العظيم فتحت الموبايل كده ولقيت لك مسج من البنك. اوه اوه يا ريت مسج بقى. ها تك 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 من 10 ل 10 وتلت 16 عمليه شراء برقم. تمام تمام مفيش حاجه لا خالص بس. خالص حقيقه صحيت على خبر جميل. فتحت الباب يا مدام طبعا هي مختفيه من المنطقه كلها من الحي كله، خرجت من البيت خالص. من الحي فين وفين ساعتين لحد ما اهدى كده وبتاع. انت بتنده يا بابا بعد ساعتين. قلت لها بنده، هو انت عملتي كذا كذا؟ اتمنى تقولي لا وانه يكون بنك غلطان وبتاع عشان اروح اولع في البنك. قالت لي يمكن كانت بتجيب لك الهدايا بتاعت عيد هي الميلاد. هي دي الفكره، هدايا عيد ميلادك يعني. على فكره هي كده، هي دي الحقيقه. طب يعني اخذت منك فلوس عشان تجيب لك هدايا يعني، ايه المشكله؟ مش عايز مش عايز. هو انا مش عايز يديت عيد ميلاد وتخرب بيتي في الالتزام. فهي الخناقه كانت كده. اقول لها فطبعا اول ما قالت لي قلت لها انت ازاي وبتاع، وداني بقى مطلع منها نار. وازاي والفلوس ولسه مكلمك امبارح وبتاع. وهي الحقيقه امتصت كل غضبي، واحده عامله كده وكده مش عارف ايه. وبعدين في الاخر قالت لي انت طيب بقى وعيد ميلاد. في الاخر قامت فاتحه الدولاب وقامت قالت لي اتفضل. ايه الهدايا؟ الهدايا. فقلت لها ايه ده؟ اكياس بقى، ما انا مش فاهم. قالت لي دي هديه عيد ميلادك كل سنه. هتقدر تتكلم؟ خلاص. فانا عارفه هو حياه ربنا عمل هو عارف الشله الرباعي ده اللي هو مش عارف ايه هديه، وحموت اساسا افتح الهديه اشوف ايه. انا كنت عايز جزمه وحزام وخمس، المهم يعني حموت واعرف ده ايه. وفي نفس الوقت مش عايز. طب والمصيبه اللي عندنا بعد اربع ايام هنعمل فيها ايه؟ هي قالت لي هو ده بقى دماغ الستات. قلت لها بعد ما هديت شويه قلت لها كل سنه طيبه وربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ووريني الله حلو قوي وبتاع والذوق ده يقرف كله تمام زي الفل، بس ما كانش وقته يعني. فقلت لها طب هنعمل ايه بقى في يعني ايه كذا؟ قامت قايله لي الرد بقى اللي هو بتاع الست. ايه بقى؟ قالت لي يا حبيبي مش المهم ببساطنا، يحلها حلال الاسبوع الجاي. هي دي الست. طيب خدت بالك؟ خدت بالي كويس. قالت لي يا حبيبي مش ببساطنا، يحلها حلال الاسبوع الجاي. طيب ايه قولك بقى؟ ايوه في الرجل اللي مادي جدا مع مراته ومع بيته، بس مع نفسه هتلاقيه قمه النزاهه والاسراف يعني مع نفسه بيصرف بكتير، يجيب هدوم ويتبسط ويتسافر ويغير عربيته و لكن على بيته قامت زي ما انت بتقول. كلمه قامت دي عجبتني. لا يا ده القامت ما اكثر القامتين. مع بيته بقى ومراته قامت جدا، ده نقول عليه ايه؟ اجيلك دغري؟ دغري. نطع. ده نطع. ده بجد مش بس بجد، ده نموذج موجود. ده نموذج وموجود وفي منه عدد لا بأس بيه. بس انا بقول لك اهو بمنتهى عشان اقول لك ان انا جاي صراحه ودغري، ده اسمه راجل نطع. نطع يعني عشان بس ما تفهمش نطع دي شتيمه. نطع يعني ما عندوش دم. يعني بيحسش. انت عارفه النطع ده اللي هو ايه اساسا؟ لا عرفني شتيمه بس ما اعرفش. لا مش شتيمه. مش هي تبدو شتيمه لكن ليها اصل لغوي. لا ما اعرفش حضرتك النطع ده هو قطعه الخشب اللي عندك في البيت اللي عند الجزار في البتاع، عارفه البتاع القرمه دي او قرمه، بس القرمه دي تركي. اوكي اللغه العربيه الفصحى بتاعتها النطع اللي هو بتحط عليه فخده اللحمه وتقوم نازله بالساطور كده. يعني انه ما بيحسش. ما بيحسش كده فتنزلي عليه بالساطور وهو بيتأثرش. ما بيتأثرش عشان كده اسمه النطع. أيوة. الذي لا يشعر. ايوه ايوه. فالراجل اللي فاتح على نفسه النموذج ده مرفوض تماما. طبعا تمام. طبعا بس خدي بالك رغم ان هو موجود
بس انا بقول لك بصراحه برضو انا مش بدافع والله عن الرجاله هنا، انت عارفه انا لسه منطعه حالا قدامك اهو. بس الحقيقه قليل في ده ليه؟ لانه والله بيبقى في مننا كتير كده في الرجاله بيفرح بفرحه مراته وعياله. ده في كتير. اه يعني كتير. انا والله ممكن ابقى نفسي في حاجه واحرم نفسي منها والله. اه ويحرم نفسه طب منها والله بتحصل. ويجيبها لاولاده او لمراته او في بيته. ساعات انا نفسي في حاجه غاليه وبنتي تيجي تقول لي انا نفسي في كذا، ويا بابي انا عارف انها غاليه بس نفسي في كذا كذا، انام واصحى ابقى مقرر ان انا مش هجيب حاجتي واجلها ويفضلهم عليه. ولما بتجيبها وتاخدني بالحضن وتبقى خلاص فرحه الدنيا انت نسيت كل حاجه. في نموذج تاني برضه، لكن النموذج الاولاني طبعا اللي هو بيبشبش على نفسه وقامت على مراته وعياله، لا ده يضرب بالشبشب. آه. في نموذج تاني برضو من الرجل، احنا بنتكلم يعني لا احنا حبايب مفيش حاجه. اه احنا مفيش خلاف يعني، بس احنا بنقول الايجابي والسلبي صح. يعني في نموذج برضو من الرجل ده مرفوض، اللي هو ايه بقى؟ يصرف زياده عن اللزوم، مش عامل حساب لبكره، يصرف يدي مراته، يجيب في البيت، خده اعمله، مش عامل اي حساب لبكره، عايش النهارده، عيشني النهارده وموتني بكره. وقت ما بتيجي البيت محتاج او في ازمه ماليه او محتاج لفلوس لاي حاجه، ما تلاقيش الراجل اللي تتسند عليه، معهوش يتطور بقى يستلف. بس انا متهيألي يبيع حاجه. اه ما انا دوري برضو النموذج ده برضو لا صعب، ده يخرب بيوت. صعب جدا، ده يخرب بيوت. اه النموذج ده يخرب بيوت، لانه خلاص انت في النهايه زي ما بقول كده الامان بتاع البيت ماليا هو السند، هو المفروض الراجل ده السند. بس انا هنا متهيألي ان الزوجه عليها دور شويه في فكره الكنترول. يعني ايه يعني؟ في ستات بتعمل كده، وانا اعرف ست، انا اعرف كابل اصحابي. الزوج صديقي شبه اللي انت قلتيه ده. هو مش عبيط، بس هو بيحب الصرف، بيحب الصرف مش على نفسه، على الدنيا على كلها. الكل. على الكل. ويعزم عزومات، يعزمنا ويبقى مزنوق يعني اخر 500 جنيه في جيبه ويضيعهم عزوم علينا في العشاء بالظبط قدام الناس ويصرف. لا بس مش شو، خد بالك مش شو، وفي جزء منه في لا ده نموذج تالت. في جزء شو، لكن انا بكلمك على واحد صاحبي بجد هو لطيف. اللي هو كريم وبحبوح، وعارفه اللي بنسميه اللي في جيبه مش ليه. ايوه طول ما في جيبه فلوس بيحب يصرفها. يا ابني طب عندك بكره مش عارف ايه هتدفع كذا، يقول لي عندك مصاريف مدرسه، عندك حد عي في العيله، عندك يعني. بس مراته بقى جيرمين دي مراته هي الذكيه، عشان عارفه ان جوزها كده وهو عشان عارف نفسه كده مديها سنه كنترول. بمعنى ايه؟ اول الشهر مثلا هو بيقبض 10,000 جنيه في الشهر، كل الدخل اللي بيخش له من البيت 10,000 جنيه في الشهر. اوكي بتقوم جايه شايله الاساسيات على جنب، الحاجات اللي محتاجينها. يعني مثلا هم عارفين ان فاتوره الكهرباء بتيجي 1000 جنيه. ادي ال 1000 جنيه، وتقريبا البقال بياخد 2000 جنيه جبن وبسطرمه ولانشون ومش عارف ايه وكذا، ادي 2000 جنيه. وايجار الشقه لو في ايجار شقه، وبنزين العربيات مش عارف ايه 1000 جنيه او 2000 جنيه. فتقوم شايله سته مثلا سبعه، دول اللي هم البيت بيصرفهم كل شهر ويقف من غيرهم. وتقول له 3000 جنيه خلاص امننا الحاجات. فعشان كده بقول لك هنا دور الزوجه انها تعمل كنترول على جوزها لو في سفاهه. يا ريت تبقى الزوجه في المثال ده تكون فعلا قادره تقيمه. لكن في راجل ولا الف واحده ست تتربى، لا ده ولا الف انه بيخرب خلاص هو اتربى على كده، بيخرب بيته بايده. بس زي ما بقول برضو النماذج المرفوضه في الرجل في برضو. على فكره انا سايبك تطلعي نماذج وانا ساكت. لا في والله في ماشي. الستات كمان نماذج مرفوضه. ماشي شوف بقى انا فير. لا انت كده جايه سكه. لا في حتى كمان في الستات نماذج مرفوضه، اللي هي الست ايه؟ اللي هي بتصرف خليني اقولها معلش، نوع من الاستغلال للرجل. استغلال يعني. عايزه ما يبقاش معاه فلوس. عايزه دايما حد قال لها ما تخليش معاه فلوس. دي حضرتك بالبلدي انا عارف حضرتك. يعني ده نموذج برضه كلاسي كده اسمها تمحي الوبرو. يعني على فكره مش قبيحه دي، كويس. حساني ان انا قلت تنحي الوبرو دي يعني عارفه زي السجاده كده، ما تنحي الوبرو تخليها. أيوة. على اللحم ما تخليش معاه فلوس. هو ده مظبوط. دي بتصرف. دي انا معاك بقى، دي بتخرج بقى. طب سؤال بقى، بما انك حواء. ما بقولش ان انت كده والعياذ بالله خالص. لكن حاولي تتقمصي شخصيتها كده. بما انك ست زيها، هي بتعمل كده علشان ما يبقاش معاه فلوس فما يتجوزش عليها ممكن، ولا عشان ما يبقاش معاه فلوس فيروح يخرج ينبسط مع اصحابه ويسيبها؟ يعني ايه الحكمه في انها بتنحي الوبره وتقصقص ريشه طول الوقت؟ كل الاسباب اللي انت قلتها كلها. بسم الله ما شاء بس الله. بس بيبقى زن بقى. ما هو في نوع من الستات اللي هو برضو نموذج انا برفضه، مرفوض اكيد من كل الناس يعني. اللي هي بتسمع، اللي هي دايما مديه ودنها للناس. اوكي ده
تخليش معاه فلوس، ده هيخرج مش عارف يعمل ايه. دي الحما دي الحما ده مش والله والله يا تامر، مش بس حما، ممكن اصحاب. اوكي، على فكره في ستات اخطر على الستات من صح من الحما، معاكي مليون بتقعد تزن عليها صح. ده في ستات وبتعي نفسك وبتسيب نفسك خربين بيوت. طبعا تيجي تقعد معاكي تشرب القهوه الظهريه والبيه في الشغل، تسم بدنك بشويه كلام، تخلي الراجل يطلق يرمي اليمين وهو راجع بعد الشغل بعد الظهر من كتر زن الجيران بسوسنه ووسوسه في الودان. فده نوع من الست الماديه اللي فعلا مكروه ومرفوض تماما. صحيح، يعني الست صحيح اللي هي بتصرف او ماديه بتحب الفلوس قوي كده، مش لانها عندها رغبات عايزه تشبعها، لا، لان هي حابه ان هي زي ما انت قلت كده تنفضه. وده طبعا نموذج. طب بما انك ذكرتي نماذج كتير للستات، خلينا بقى عشان ما يزعلوش مننا قوي ننزل الشارع كده ونسال الستات. كاميرا اخر النهار سالتهم اوكي، هو انت ليه ماديه كده؟ مش انت يعني؟ لا لا. ماشي، اتفضلي. مين مادي اكتر، الراجل ولا الست؟ لا الراجل طبعا، بدليل ان هو دايما بيبقى باصص كده للي مع مراته، يعني ما بيكتفيش باللي معاه. لو قبل اهم حاجه عندها، لو قبل الخطوبه اهم حاجه عندها يبقى عنده شقه، وظيفته كويسه، مرتبه كويس. بعد الجواز برضو الفلوس عندها مهمة، طبعا عشان الفلوس مهمة دلوقتي في الحياة. الست طبعا، هو فيه وفيه، بس دايما الست ما بتبقاش مادية، بتبقى مصلحتها على البيت. يعني المادة ممكن الراجل يصرف حاجات مثلا فلوس في حاجات ملهاش لازمة. كم مرة زعلتي من جوزك عشان فلوس؟ فلوس لا، ما زعلتش عشان فلوس، يعني مش كتير، اصل انا بشتغل، فالموضوع الفلوس بالنسبة لي مش مستقله بذاتي ومعايا مرتبي. الراجل لو لقى فلوس معاه كتير بيتجوز. انا من الستات اللي مش ماديه بصراحه، عشان كده ما بزعلش منه في فلوس، ممكن ازعل في حاجات تانية. زعلنا اوريدي، زعلنا عشان الفلوس مرات برضو، بس مش كتير، يعني مش كل حاجه الفلوس. ليه الراجل بيشتغل وبيدي فلوسه لمراته، وهي لما بتشتغل وتقبض تخلي الفلوس لنفسها؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده، انا واحده موظفه فلوس البيت بس، مش فرض عليا، بمزاج. عشان هو اللي مسؤول عنها، مش هي المسؤوله عنه عشان تصرف. بيديها جزء اللي عارف انها تمشي بيه البيت وبيحتفظ بيه لنفسه بجزء دلوقتي كده. لا طبعا مش صحيح، استحاله. انا بشتغل، انا مدرسه، ومش دايما فلوسي دايما مصروفه في البيت على اولادي، وهو بيشتغل وبيصرف في البيت، بس ما احيانا ما بعرفش هو معاه كام، ولا بحبش اعرف. لو خيروكي بالمليار جنيه وجوزك، تختاري مين؟ لا المليار احسن. مليار جنيه؟ لا جوزي طبعا، الفلوس بتروح. جوزي جاب لي المليارات، فانا اختار جوزي. جوزي طبعا. واخر كلام جوزي. عجبك الكلام؟ ها عجبك قوي، المليار احسن. شفتي 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 عجبتك المليار طبعا. لا بس اللي عجبني التاني، التثبيته الثانيه. قلت لها لا، هو اللي جوزي طبعا، هو اللي جاب لي المليارات، المليارات. وهو تلاقي لسه اخر مره مديها 27 جنيه ونص وبخناق. بس يعني بص، انا ما اقدرش احكم طبعا زي ما انت قلتي في البدايه على عموميه اي حاجه في كل حاجه، بس الستات عندهم حاجه في فكره الفلوس دي مختلفه عننا، ومش عارف ايه. اقول لك حاجه يا تامر، بجد لازم الست اللي هي ماديه قوي دي، لازم الواحد يفكر، اصل ممكن تكون اتعرضت مثلا في حياتها، كانت حياتها صعبة، اتحرمت كتير، وهي شايفة بقى ان جوزها ده مفتاح السعادة بالنسبة لها، مفتاح البنك صح بالنسبة لها، ده اللي هيلبي لها كل احتياجاتها، وانتو صحيح اللي هيعوضها الحرمان بس بتاع زمان. انت بتيجي على الايه؟ ايه؟ هو انتو فعلا كتير من الاحيان بتعاملونا على اننا ماكنة اي تي ام؟ لا، مش ماكله اي تي ام، بس هي دايما الست بتحب تحس ان جوزها بيديها، بيصرف عليها. ما ماكله اي تي ام يعني عندي يعني حاجات تانية، اميل عليه كده، ما اكون نفسي انا في عندي حاجة. حاجات تانية، عندي مشاعر وود وابوه وحنو وحاجات من دي، غير ان انا ماكله صرف فلوس بس. طبعا هو عايز اقول لك حاجه، مش كنت بتكلم على الراجل البخيل والحريص والمادي؟ البخيل والحريص ده بيبقى في المشاعر كمان، الحرص والبخل، سواء على فكره الراجل والست، ده في المشاعر، بيبقى مش عايز يقول كلمه حلوه، استنى مش عايز بجد والله. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، كلمه صعبه منه يعني، بعيونك الحلوين دول، في عينيا كده، عيني في عينك، عارفه اللعبه بتاعت زمان دي؟ عيني في عينك من غير ما تكسريها لتحت، بس عيني في عينك اهو. للاسف بس عندك كاميرا اكس دايجونال اوفر فليكس، عيني في عينك. يعني انا لو غرقتك مشاعر
وأمط فلوس. لا لا أمط لا. شفت أمط ده كسرت عينها في ثانية. هو قالت لك البخيل هنا وبخيل. لا أنا مش هبقى بخيل معاكي في المشاعر. لا أمط خالص دي مرفوضة تماما. مفيش حاجة اسمها. حتى لو كنت فيض مشاعر وأحاسيس. أقول لك حاجة تامر. سؤالي محدد أهو. نعم. لو كنت معاكي قيس في البيت. مشاعر وأحاسيس؟ قيس في أكتر من قيس وعنطرة وأشعار واللي أنت عاوزاه. بس قامت فلوس؟ شوية. وهو معاه؟ أقول لك حاجة. عارف لو هو ما معهوش يعني ظروفه مادية على قده. أتحمله. بجد والله اتحمله. لكن اللي بيغيظك بقى لما يبقى معاه وقامت. يا خبر اسود. انت عارفين قامت دي بالنسبه للستات ايه؟ ان انا مثلا قلت لك كذا قامت دي معايا بالكتير 40 جنيه نازل احجز بيهم ساعه في بلاي ستيشن. يبقى كده يا نهار اسود مدلع نفسك ومرفه نفسك ورحت الشانزليزيه لا معاه وقامت عليا. دي ده مرفوض تماما. لكن معهوش ما انا مفرحك اتحمله. ما انا مفرحك احاسيس المشاعر وحب. لا لا ايه لا 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 شفت الست قالت لك احاسيس. احنا هنهزر. في كمان نموذج مرفوض جدا. انا والله ادم بتقبل النقد. لا باين. قول لي اللي انت عاوزه. ماشي. بس في نموذج من الراجل كمان ده مرفوض تماما. اللي هو ايه بقى؟ ما يبقاش عايز يخلي مراته معاها اي فلوس خالص. عندها فلوس ياخدها منها، عندها حتة أرض ياخدها منها، عندها بيت ياخده منها. بيبقى عنده في عقيدته إن لما يجردها من اللي عندها هتفضل طول العمر محتاجة ليه. والله طول العمر إيديها ممدودة ليه. على فكرة ده نموذج موجود. لا وجهة نظر. ومرفوض. وجهة نظر طبعا مرفوض. ده راجل برضو ده بس مش راجل بقى يعني فكرة اللي بس اللي والله موجود. ما أنا عارف. ما أنا عشان كده بقولك ده بس مش أصل خد بالك الرجولة مش مش نوع في البطاقة. دي صفة يعني. مش مكتوب مش معنى ان انا اتذكر في البطاقة يبقى انا لازم بقيت راجل. لا طبعا. لا الرجولة دي مسؤولية. فكون انا مدي ايدي على حاجة مراتي. الرجولة مواقف وتصرفات و... فكون انا مدي ايدي على حاجة مراتي واقلبها واخد املاكها ولا اطيانها ولا ذهبها ولا فلوسها. لا في رأيي يعني لو هي مش لوحدها طواعية عايزة تشارك بالحاجات دي وتنعنقني وتدلعني كده لا ما اقدرش امد ايدي. كانوا بيتكلموا في التقرير على الست اللي بتشتغل. اللي عندها دخل. هي بتقول لك لا وانا اصرف ليه؟ اصرف بمزاجي. صح هي تصرف بمزاجها. لكن هو يقول لها لازم تصرفي. هاتي ماهيتك. حطي ماهيتك. طب مفرض البيت محتاج. هي طوعية. ايوه طب مفرض محتاج وانت لا مؤاخذه ما عملتيهاش طوعية. يعني البيت بيصرف مثلا 5000 جنيه وانا مرتبي 4000 جنيه وحضرتك بتاخدي 3-4000 جنيه او 2000 جنيه او كذا. فاجي بقى وبتاع ومش عارف ايه تقول لي لا فلوسي لنفسي روح انت استلف او اعمل جمعيه او كمل. لا دي بقى تقول عليها نفس الصفه اللي قلتها. النطعه بقى سعيده. مش النطع دي لازم. طب تعالي نروح نشوف بقى الرجاله ردودهم ايه على اسئله الكاميرا. مين مادي اكتر الست ولا الراجل؟ والله الموضوع بيبقى على حسب الشخصيه نفسها. الست الست ممكن يكون الراجل وممكن يكون الست. والله اللي انا اعرفه الست. ممكن الراجل ممكن الست على حسب. مش شرط يكون الراجل او الست. كم مره زعلت من الفلوس؟ انا مش انا اللي بزعلت ازعل. لا كتير. لا كتير بتحسب بينا من شرط بسبب الفلوس كتير. ولا مره حقيقه. ليه الراجل بيشتغل ويدي فلوس لمراته وهي لما بتشتغل بتاخد قبضها كله لنفسها؟ عموما الستات اصلا بيحسوا ان تعبهم وشقاهم ليهم هم بيتمتعوا بيه. لكن طبعا الراجل طبعا انه هو طبعا راجل البيت او رب الاسره فبالتالي يعني اي فلوس بيشتغل بيها او يعني مرتبه كله بينصرف في البيت يعني. لا في ستات بتدي. الستات دلوقتي هي اللي بتعول رجاله كتير قوي. يعني دلوقتي نسبه الستات اللي بتصرف على رجاله كتير قوي وعلى شباب قاعده في البيت عادي يعني. عادتنا كده. هي تشتغل تجيب حاجتها مستلزماتها انما بالنسبه للراجل مكلف بالبيت كله. بتدي فلوس مراته ليه؟ هو يشتغل ويصرف على البيت وهي ما دام بتشتغل يبقى الحياه مشاركه. ما فيش حاجه اسمها تشتغل وما تديش فلوس. تشتغل مع بعض يبقى نكمل مشوار مع بعض. اعتقد ان في الشرع المفروض ان الراجل هو اللي ملزم ان هو يصرف على مراته. فبالتالي ان هي لو قررت ان هي تشتغل فدي حاجه اكسسيف ليها. هي تقدر تتحكم فيها براحتها. لو خيروك بمليار جنيه ومراتك تختار مين؟ مليار جنيه طبعا. مراتي. زوجة حضرتك طبعا. لا مراتي طبعا. مراتي. لا طبعا مراتي. اخر كلام. مليار جنيه. ال- ال- ال-
الحقيقه بتطلع كده طقلة. هنبكش المليار طبعا يعني مراتي على عيني وراسي وحبيبتي وجميله. ايوه ده مليار مش بس مليار جنيه مش 100,000 ولا واحدك لو 100,000 انا 100,000 برضه يعني انت عارف الاوضاع صعبه اليومين دول. 100,000 يفكوا مشاكل كتير. بس هو السؤال بقى المهم لان احنا وقتنا قرب يخلص وده سؤال مهم له علاقه برضه في فلسفه الراجل والست ونظرتهم للفلوس. هو ليه الجنيه عندي غير الجنيه عندك رغم ان هو واحد؟ يعني قصدك ليه قيمه عندك وملهوش قيمه طيب. عندي والله انت حلال بصفيه وفاهمه وراسيه وواعيه وكل حاجه. ما هو هرجع للكلام اللي قلته لك لان الراجل دايما هو المطالب انه يجمع الفلوس، هو المطالب انه يجيب الفلوس. ما عنديش مشكله انت عنده ما عنديش مشكله ان انت تصرفيها بس تبقي عارفه قيمه اللي في ايدك. لو طبيعيه هتبقى عارفه قيمه اللي في ايدها لو طبيعيه. طبعا. لكن الراجل ليه عنده الفلوس لها قيمه؟ اولا لانه بيتعب في انه يجيبها، ثانيا زي ما بقول لك كده هو عارف انه حتى لو هي بتشتغل ايه ومعاها مليارات هو في النهايه المسؤول يدبر صحيح. مصاريف البيت، فبالتالي عارف قيمه القرش. يعني دايما الخناقه بين الراجل والست انه الست نزلت مثلا راحت البقال ولا راحت سوبر ماركت ولا راحت المجمعات الكبيره دي فراجعه ب 2000 جنيه وعادي تقول لك ده ايه يعني 2000 جنيه يعني هي اول ما اشوف انا الفاتوره 2000 جنيه بقال جبن 2000 جنيه جبن لا والرد اللي دايما لازم في كل جمله الست بتقولها انت على فكره ده انا كده لا جبت لحمه ولا جبت فراخ عارف بتقول انت جمله ده شكلك لا جبت لسه لحمه ولا جبت فراخ كلها جبن وصابون الغسيل وكلينكس الحمام ولا حاجات كتير جدا ما جبتهاش قلت اوفر انت حلال مصافي يعني فاكرك انا فاكرك انا عارف انا البق ده حافظ افتح الموضوع قوي يعني حافظ البق ده قوي هي دي المشكله ان هي تقول لي ايه يعني ده انا شويه جبن ومش عارف ايه وبتاع وكذا ده حتى ما جبتش اللحمه وبتاع وانا شايف ان مرتب الشهر خلص في زياره ما جبناش حتى فيها اللحمه والفراخ يعني لسه ما خلناش لحمه وفراخ وخلص المرتب فانت بالنسبه لك ال 2000 جنيه كانك صرفتي 100 جنيه وانا ال 2000 جنيه كانك صرفتي 20,000 جنيه عشان واخدها من هنا يعني واخدها من هنا شقيان فيها شقيان عنده عارف ال 2000 جنيه دي شقه عمره يعني اعمل ايه اروح العب قمار يعني عشان الفلوس تبقى سهله فاديها لك هي يعني مش لازم ابقى شقيان فيها انت نورتيني يا اميره وحلقتك دايما بتبقى حلقه حلوه وريحه خفيف عشان انت جميله وانت عارفه يعني مش انا بس من معجبيك الناس كلها ربنا يخليك يا نورتيني بشكرك جدا جدا قاعده معاك بجد والله دمها خفيف انا ببقى سعيده جدا وانا معاك بص بقى ماليش دعوه وربنا هيسعدك كتير ان شاء الله الفتره اللي جايه بس نورتيني شكرا بشكر حضراتكم خلصت حلقتنا وحيوا معايا الجميله اميره عبد العظيم اللي شاركتني هذه الفقره بكره حلقه جديده ان شاء الله من اخر النهار تصبحوا على الف خير